انا كنت عارفه او حاسه ان ده هيحصل، يا اما يوم عيد الام ده هدفنها، يا اما يوم عيد الام ده هكون باخد العزاء. انا قلت حتى قلت لصاحبتي الكلام ده، قلت لها انا حاسه بكده. وبعدين هي الله يرحمها يعني هي بقى لها حوالي 10 ايام في غيبوبه، منهم 3 ايام او يومين الموضوع منتهي يعني. الدكاتره كانوا قايلين لي الشعور ده جالك منين؟ من حالتها، من الحاله اللي هي فيها، لان طبعا كل يوم بنتابع مع الدكاترة الحالة وبتاع. فطبعا اخر يومين دول الدكتور قال لي يعني استودعيها الله خلاص وجهزي حالك واحنا نرفع الاجهزة. فقلت لهم لا يعني خليها لغاية اخر وقت. فالموضوع ده اخد يوم كمان زيادة، انا ما قدرتش اخد القرار ده بصراحة خالص يعني. لا هو مش وش، هي يعني كانت بقالها سنين بتعاني من كانسر وتعبانة وكده، فالموضوع ده كان واقع. بس هو جه فجأة يعني، النزيف في المخ ده جالها فجأة نتيجة التعب اللي عندها. كل الموضوع كله من أول ما دخلت المستشفى لغاية لما توفت خد 10 أيام، منهم قبليها بيومين واحنا عارفين يعني تقريبا، وبس جاهزين نفسنا. كانت قريبة منك جدا، ما أنا بنتها الوحيدة وكانت بتعشق أحفادها عشق يعني. هي بس هي موصاني عليه ومش موصاني عليه حاجه تاني. لا ليا انا مش ليهم هم كمان، اقعد عليهم اوعي مش عارفه ايه اوعي يعني. حب كان غير طبيعي، غير طبيعي، لان انا طبعا بنتها الوحيده، فطبعا دول بالنسبه لها كل عمرها يعني. بس هي امي وصاحبتي، هي انسانه مثقفه قوي، فكان عندها دايما بعض النظر وعندها اراء، بحب اخد رايها اسالها في حاجه. كانت دايما تدعيني وتكلمني تقولي اعملي كذا، ما تعمليش قلبي حاسس ان كذا ده، لا مثلا ما تسافريش السفريه دي، ما تعملي استخاره. كل كلمه كنت بقولها لها تقولي اعملي استخاره. ما جاتش في يوم قالت لك ادخلي مجال الفن؟ لا. ولا انت طبختي؟ لا بصي، هو بالنسبه لها مجال الفن هي ميقنه ان هو موهبه. انا كان نفسي زمان قوي وانا صغيره طفله ان انا اخش، بس هو مجال صعب يعني، انا اللي كنت بشوفه معاها صعب قوي يعني. لو جات لك فرصه بمجال الفن؟ لا انا يعني الحمد لله عندي البيزنس بتاعي في كندا وناجحه فيه جدا والكلام ده كله، فالموضوع بالنسبه لي يعني مركزه فيه والحمد لله هو ماشي، وهو بيزنس برضو يعتبر فني يعني. اكتر حاجه قالتها لك الفنانه الكبيره لبنى قبل ما تتوفى اثرت فيك؟ بصي هي في المستشفى اخر كلمه قالتها لي، قالت لي اخر كلمه وبعديها غمضت وراحت في غيبوبه. قالت لي بحبك قوي. قلت لها طب ادعي لي. قالت لي دعيت لك كتير وبدعي لك وراحت. انت فاكره دعوتها؟ ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه، لان هي كانت شايفه ان انا يعني بكافح في حاجات كتير، شغلي وبيتي وحياتي، وهي يعني قعدت معاها سنين برضه في موضوع تعبها. طبعا وحيدة، بس ما فيش اخوات ولا اولاد ولا بنات، فالحمد لله على كل حال. وهي ميتة داعية لي طبعا، ده اللي مريح قلبي شوية، وانها ارتاحت لان هي فعلا اتعذبت كتير، وهي كانت بتقول دايما يا رب كل شكة بتشكاها تغفر لي اي ذنوب انا عملتها. يا خبر ابيض، كفاية سابت لي فنها، سابت لي تاريخها، سابت لي ذكريات جميلة يعني. انا احلى ذكريات واحلى سفر واحلى حاجات كلها عملناها مع بعض طبعا يعني. تضحيات الام بقى يعني، ما يعني بصي مره وانا صغيره قوي خدت العربيه من وراها، فتح العربيه كنت صغيره قوي يعني لسه متعلمه سواقه 16 سنه او 15 سنه حاجه زي كده، وطلعت بالعربيه وخبطت واحد ماشي في الشارع يعني تقريبا رجله اتكسرت او حاجه زي كده طبعا. وجريت طبعا، الدنيا اتقلبت وجريت، قعدت تقول لهم لا انا اللي كنت سايقه، لا ما حدش ياخدها، لا ما يعني. الحاجات دي من الحاجات طبعا اللي حسيت فيها قد ايه الام بتضحي. طبعا ده الموقف ده يعني كل ما افتكره طبعا انتشر الشباب الصغيره. انت حسيتي بمعنى الامومه امتى؟ لما خلفت. حسيتي خوفها عليكي؟ الاول كان الواحد يتضايق من يعني قلق امه عليه واتصالها بيه والكلام ده كله تطمن عليه. لما خلفت عرفت الاحساس ده كويس قوي، عرفت ان هي عندها حق، وفعلا بقيت اطمنها عليا دايما ومعاها دايما، حتى في سفرياتي لازم كنت دايما اسيب ولادي معاها عشان ابقى مطمنه عليها. تقولي لها الله يرحمك، ويعني مرضك ده في ميزان حسناتك، ربنا يومها كان حلو.
لا لا لاني بقالي 10 ايام ما نمتش. فانا امبارح بعد الدفنه روحت نمت ما صحيتش الا النهارده العصر، بس ان شاء الله الخميس بقى اللي هروح لها ان شاء الله. لا مش هقول لكل ام، انا هقول لكل ابن او ابنه، يعني امكم دي ما تتعوضش. كل واحد يخلي باله من امه قوي، لان انا فعلا ما تتعوضش.